اسمي فضاء الشرافي، عمري 7 8 قصدي، بصف ثالث. أنا الولد بعيلة موسيقية، سيد موسيقى وخالي موسيقى، كل عيلتي يعني موسيقية. تعلمت منهم كيف أعزف، كيف أتمرن، كيف يعني زي هيك. برفع المي عملها نص بمول. بحسش يعني إنه مستواهم يعني أحسن مني أو أنا أحسن منهم يعني. موسيقار يعني لما أكبر في المستقبل بخليهم يعزفوا، بخليهم يتمرنوا مثلا وقت راحة، وقت لعب، مثلا وقت عزف، أشياء زي هيك. مثلا يكونوا ببيت منيح، مدرسة الموسيقى هي الوحيدة هون اللي بتعلموا فيها الأولاد. في ناس كتير ما بتتوفر عندهم مثلا العزف، التمرين، أشياء زي هيك. حصل مؤثر يعني على إنه بقدرش أسافر مثلاً على بلاد تانية أو دول تانية. بدي أسافر عشان مثلاً أعزف مع حدا تاني برا، يكونوا موهوبين مثلاً، يعني أطلع في المسرح، أشياء زي هيك. الناس اللي برا مثلاً بيكونوا أشطر مني، مثلاً أنا أشطر منهم، وإحنا مع بعض شاطرين. سات للعالم يعني يجوا يتفرجوا كيف على المواهب، كيف بتمرنوا، كيف بيعزفوا، كيف بغنوا الألحان، يجوا يشوفوا كيف هان الناس يحبوا الحياة.